وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرتنا الاخيره, فقره التوب سيكريت, واللي خلالها بنقول لكم خبر حصري مش هتلاقوه في مكان تاني غير هنا في 7 في 7. الكلام النهارده عن النادي الاسماعيلي, واللي لسه مسؤولين النادي بيواصلوا مفاوضاتهم مع العديد من اللعيبه المميزه عشان يتعاقدوا معاهم قبل نهايه فتره الانتقالات الشتويه الحاليه. مسؤولين الاسماعيلي عملوا جلسه مع الفرنسي ديري جوميز المدير الفني للفريق عشان يعرفوا تدعيمات الفريق بعد التعاقد مع لاعب الوسط التونسي فخر الدين بن يوسف بشكل رسمي النهارده العصر. المدير الفني طلب تاني ان هو يتعاقدوا مع مهاجم سوبر لقياده هجوم الفريق, وكمان حدد بالاسم التعاقد مع الجزائري عبد النور بلوحسيني مهاجم طبعا فريق اتحاد بالعباس الجزائري خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه. 7 في 7 كمان عارف ان النادي الاسماعيلي بالفعل دخل خلاص في مفاوضات قويه جدا مع اللاعب وكمان مع ناديه الجزائري, وفي ترحيب كمان شديد جدا بانتقال اللاعب لقلعه الدراويش في يناير الجاري, وفي الوقت الحالي بيتم الاتفاق على كل التفاصيل الماديه الخاصه بالصفقه, واللي بيعتبر المدير الفني نهاية هتكون الأهم لفريق الإسماعيلي خلال السنين اللي جاية, خصوصا طبعا وأن اللاعب يمتلك قدرات بدنية وفنية هائلة وعنده كمان القدرة على اللعب في أكتر من مركز في الهجوم وكمان في خط الوسط المهاجم. الجزائري كمان عبد النور بالحسيني عنده 23 سنة دلوقتي, وحاليا هو هداف الدوري الجزائري بعد ما سجل 7 أهداف, وقاد بيهم فريقه للاحتلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة, وبيفصله بس 7 نقط عن شباب لوزداد صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة. ده كان خبرنا النهاردة في التوب سيكريت. دلوقتي بقى سريعا هنروح نشوف توقعاتكم ايه لمباراة النهاردة مساء في ربع نهائي كاس ايطاليا ما بين روما وما بين اليوفنتوس. محمد بيقول فوز اليوفي 2-0. شوكت محمود بيقول مساء الفل شيما, فوز اليوفي 2-1 ورونالدو وباولو وديبالا محمد اشرف بيقول احلى مساء عليك يا شيما, اتوقع فوز اليوفي 2-0. عبد الرحمن بيقول فوز اليوفنتوس 2-0, واكيد الهدف الاول هيكون من نصيب الدون كريستيانو رونالدو. هايدي بتقول مساء الخير يا شيما, اتوقع فوز اليوفنتوس 2-1 ان شاء الله. محمود بيقول اليوفي الافضل, الفوز بهدفين مقابل هدف. كمان سيلفانا بتقول مساء الفل عليكي يا شيما, مساء الفل عليكي, 2-1 اليوفنتوس. أحمد يسري بيقول مساء الفل يا شيما, 7 في 7, 1-1 ماشي. عمر بيقول فوز اليوفنتوس على روما بنتيجة 2-1 بأقدام الدون وديبالا. السيد العناني بيقول مساء الورد يا شيما, فوز اليوفي 2-0. عطية بيقول 2-0 لليوفي. عصام نادي بيقول الفوز لليوفي كالعادة, الدون هيسجل هاتريك. عاصم بيقول مساء الخير يا شيما, اتوقع اليوفي هيفوز على روما 3-0. عمر ابراهيم عباس بيقول السلام عليكم, اتوقع فوز يوفنتوس 2-0 وعاشت مصر دايما وابدا. محمد السيد بيقول مساء الفل يا شيما, اتوقع فوز يوفنتوس, رونالدو هيسجل كالعاده. سامر بيقول 1-1 وضربات جزاء وفوز روما. طب من الفيسبوك بقى, من صفحة القناة, حازم حسن بيقول بتمنى تشوفي رسالتي لأنها تكون صح بإذن الله, نتيجة 3-2 ليوفنتوس. كمان أبو علي بيقول مساء الفل يا شيما, الفوز اليوفي 2-0 لرونالدو. أفشا بيقول مساء الفل يا شيما, بشكرك جدا كلك ذوق, أتوقع فوز اليوفي 2-0, رونالدو اللي هيسجل. ناصر بيقول مساء الخير عليكي,
بشكرك برضو على ذوقك. اتوقع فوز يوفنتوس 3-0 ان شاء الله. الدون هيسجل هدف وديبالا وبيانيتش كمان هيسجلوا، عاشق لليوفي. جمال جابر الهلالي بيقول مساء الخير، بشكرك والله كلكم ذوق يعني، بشكركم جدا على الكلام الحلو ده. اتوقع فوز اليوفنتوس 3-0. احمد رحيم بيقول مساء الخير يا شيما، فوز 1-0 لليوفي، انا اهلاوي وافتخر. دي كانت توقعاتكم لربع نهائي كاس ايطاليا النهارده، المباراه ما بين اليوفنتوس وروما. طبعا الاغلب كان بيشجع اليوفنتوس زي ما انتم شفتوا. بشكركم جدا اكيد على التواصل معنا يوميا، اشوفكم ان شاء الله في بكره في حلقه جديده من 7 في 7. انتهت حلقتنا النهارده، يوم سعيد على حضراتكم.